الخطايا السبع. في أوائل القرن الـ14 قسم الفيلسوف الإيطالي دانتي في كتابه الكوميديا الإلهية خطايا الإنسان إلى 7 خطايا: الغرور، الطمع، الحسد، الشهوة، الغضب، الشراهة، الكسل. وجهنا ضيوفنا بتلك الخطايا في الخطايا السبع. أقسم أن أكون صادقا مع نفسي ومع الناس، وأن أقول الحقيقة التي أعرفها ولا شيء غيرها. فكرة من غير ما تحلف انا مصدقك يعني، فمش محتاج تحلف. اهلا بيك، نورتني. كل سنة انت طيب. اتفضل. سبع خطايا في حياة محمود حميدة، هنشوف هيقر بيهم، هيعترف بيهم، ولا هينفيهم. استاذ محمود، انت عادة بتعتذر لما بتغلط؟ يعني عندك مبدأ الاعتذار موجود في حياتك؟ ما كانش موجود عندي خالص، وبعدين فهمته وأصبحت أعتذر أما يبدر مني من أخطاء. عظيم. طيب ممكن نشوف أول خطيئة في حياتك؟ تفضل. تفضل. يعني أنا أسحب أي ورقة كده؟ النص مش مهم؟ كلهم أنت هترد عليهم كلهم، بس بالترتيب بقى المختلف. لا اتفضل حضرتك اقراها. شوف. انا الغرور. محمود حميده مغرور؟ اعوذ بالله. اظن كده. اسباب الغرور ايه؟ اسباب الغرور هو سببه الاساسي، او زي ما انا بسأل. مين اول واحد اكتشف في حياتك الغرور؟ امي. ازاي؟ ربنا يديها الصحه والعافيه. بتقول لي انت مغرور، فانا اقول ايه مغرور؟ مش شايف ان انا مغرور، يعني انا مش شايف بمناسبه. وبعدين لما كبرت شويه فبقول اقران، يعني اللي معايا في الفصل مثلا، انت مغرور كده ليه؟ وانا برضو مش فاهم. الى ان عديت بقى الـ40 سنه، يعني اجتهلت وفهمت انه الجهل هو ابو الغرور، والغرور هو ما هو شيء مستدام، يعني مش ماشي على طول. لا، هو ساعات الانسان تاخذه العزه بالاسم كده وتكبر بدون داعي. ايه تجربه مريت فيها حسيت بالشعور ده انك انت اتغريت في حاجه وانت كنت على يعني غلطان؟ كان في موقف عناد مع ابي. ازاي؟ يعني هو كان بيوجهني لشيء هو يظن انه الصواب، وان علي ان انتهج هذا الطريق. كان الوالد عايز ايه؟ تعاليت علي. كان عايز ايه الوالد؟ ما هو مش شرط كان عايز ايه، يعني هو ايه اللي عايزه الواحد من ابنه؟ ايه؟ مصلحته. يكون بالظبط كده. لا، يعني يكون مستقيما، صالحا، ناجحا متفوقا الى اخره. فانا كنت كده في فتره من حياتي لغايه ما اخذت الثانويه العامه، يعني كنت مثالي. فقلبت الناحيه الثانيه، يعني رحت للامثاليه خالص. فالوالد عايزك ترجع تاني مثالي. هو غلطان وانت صح، اعتقدت كده. عملت ايه؟ ما هذه فتره اخذت لها 4 سنوات من عمري، يعني في خصام مع الوالد رحمه الله. بعدين ندمت انت بعدها؟ اصطلحنا شعرت بالندم بعدها؟ ما برضو من ضمن الحاجات اللي انا دايما اقول ايه، انا لا اندم. يعني اجابتي على طول كده، ما انتش ندمان، اقول لك انا لا اندم. بس الى الان مانيش متاكد من الحكايه دي. بس لما كنت يعني لا اندم بمعنى لا اسف على ما فات، لأن ما فات قد فات.
امتى بدات بقى تتحاول تتخلص من خطيئه الغرور في حياتك؟ عملت ايه؟ ما هو انا دائم التخلص، دائم محاوله التخلص منها لانه تصيبني كثير. يعني ما انا بقول لك ابو الجهل، فان جهلت شيئا ثم انخرطت فيه بالضروره اكون مغرورا او مغمورا، وانا لا احب ان اكون مغمورا، فيبقى بالضروره هكون مغرورا. لما تتعامل مع حد مغرور زيك زي ما كنت مغرور، بتعملوا ايه مع بعض؟ بتتعامل معاه ازاي؟ ببهدله او بيبهدلني على حسب موقع كل واحد فينا في الحياه. يعني لو كان هو اعلى مني فبالضروره هيبهدلني. ده حصل في حياتك؟ ليه كتير كتير، لان انا برضو يعني عنيد، في معظم الاحيان اناطح من هم اكبر مني قدرا ومقاما وكل حاجه. لكن هل خسرت ناس اعزاء على قلبك نتيجه غرورك؟ قريبين هي اللي حصل حاجات زي كده. وعملت ايه؟ انه مثلا يعني ايه من ضمن يعني ما الغرور، ان انا كنت انا بحب المواعيد المضبوطه منضبطه جدا يعني، فكان اللي يتاخر عليا في ميعاد الغيه من حياتي واعتبره مات من حياتك. افترض اتاخر لاي ظرف معليش دعوه، طب اسمع منه الاول. ما برضه ما فيش، ما هو ده برضه ده كل ده غرور وتعالي وما فيهوش اي اعذار للاخر، بس ده حصل. ففقدت ناس كتير في الحكايه دي، وناس انا اظن يعني ان هم كويسين جدا. حاولت تعتذر لهم بعد كده؟ ما حصلش. لا ليه؟ ده برضه مش غرور؟ طبعا غرور، بس هو ما حصلش ليه؟ لان ما تقابلناش بقى. يعني مر على الحكايه دي كتير، انما انا تاقلمت شويه في الحكايه دي. طبعا بحب برضه المواعيد المظبوطه، بس ما يبقاش هو ده المعيار المقابل. لا يعني مثلا لو عمرو اتاخر عليا فبسال هل حصل لك عذر، هل حصل حاجه خير، يمكن حصل حاجه. اذا تاكدت انه ما حصلش اي حاجه يبقى طبق القاعده القانون بتاعي. طيب نشوف الخطيئه الثانيه، اتفضل حضرتك. الغضب. هل انت من الناس اللي عندهم خطيئه الغضب؟ طبعا ما هو في غرور يبقى لازم يكون في غضب باينه. ايوه والله كنت لسه بحكي، انا بطيء في الحياه عموما. يعني اتأنى في الاشياء واخد وقتي، فبروح انا ومجموعه الاصدقاء نلعب بلياردو سنوكر. فانا بطيء قوي، يعني بطيء الى درجه بتثير اعصابه. ما تلعب بقى خلصنا. وبعدين في يوم انا كنت عايز اغيظهم، فبقيت اتعمد ان انا اتباطأ اكثر، وبعدين ماسك الاسكه كده وطبشره وبصيت لهم، هم متنرفزين قوي قاعدين، قلت لهم معلش يا اخواني انا عارف ان انا بطيء جدا 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 وبنرفزكم. فواحد صاحبنا من الزرفاء اسمه خالد صلاح قال لي ايوه انت بطيء في كل حاجه بس سيادتك سريع الغضب. فهو الغضب ده. يعني ارجو ربنا يشيل مني الحكايه دي. هل الغضب خلاك تخسر حد قريب من قلبك في يوم من الايام؟ خسرت مين؟ خسرت ابن خالتي وتوأم روحي والله يرحمه بقى، واخويا في الرضاعه. يعني عمل موقف فانا اعتبرته خطا منه، يعني ما يصحش يحصل بين اثنين اخوات، فخاصمته. يعني غضبت غضب شديد جدا والغضب اعماني، وخصمته لغايه لما مات الله يرحمه. ما حاولتش تصالحه؟ لا، على الرغم من ان يعني كل واحد فينا كان بيتقطع، يعني انا كنت بعيط لوحدي وهو كان بيعيط لوحده، عشان ما فيش الصله دي مش ما بترجعش. لكن يوم ما مات انت حسيت بايه؟ طبعا حسيت بفقد كبير جدا جدا جدا،
ولانه كمان مات في حادثه وكان يوم عيد كبير ويعني كان موقف بالنسبه لي كان قاسي جدا. ما انبتش نفسك؟ ما لومتش نفسك؟ لا. عيطت عليه؟ طبعا انا بعيط عليه من يوم ما خصمته، مش عيط عليه لما مات وراح خالص. ما قلتش، ما ندمتش، قلت يعني الجفا اللي كان بيني وبينه ما كانش ليه لازمه. والله ساعات كنت اقعد كده، لكن الشيطان كان يغلبني، او يعني تغلبني نفسي الاماره بالسوء، او سميها زي ما تسميها. هل عندك فكره الانتقام؟ حد اغضبك في يوم من الايام تنتقم منه؟ دي كتير يعني تراودني، ولكن في الخيال فقط مش في الواقع. لا يعني عمرك ما انتقمت من حد اغضبك؟ لا، لكن خالص. في لحظه انتقم منه في خيالي كده، اقول اقتله واموته لغايه لما يموت خالص. بعدين اقول ايه الهبل اللي انا بعمله ده، ويلا خلاص عفى الله وعما سلف. لكن البعض بيغضب من تصريحاتك. يعني انا قريت تصريح مثلا بيقول انتهى عصر الوساطة والتوريث، ده كان كلام قلته. وفي ناس تانية زعلت لما قلت ان الفن زي ان الفن ليس له رسالة، وان الفن اكثر خطورة من المخدرات. هل بتحاول مش بتحاول تخلي بالك من كلامك عشان ما تغضبش حد مثلا؟ كلام ده ممكن يعتبر؟ لا، ده ما احاولش اخلي بالي منه. ليه؟ عشان هذا ما اراه. تراه ازاي؟ قولي. يعني هو ده اللي انا شايفه. ومش بالضروره يكون هو اللي انت شايفه. لا، انا بالعكس، يمين اسمع وجهه نظر حضرتك. ايه يعني وجهه نظرك ايه في توصيف يعني زي كده؟ يعني الفن رساله. يعني ايه رساله؟ يعني ايه يا سيدي رساله؟ بس مش الفن ليه دور تنويري مفترض؟ متضمن في الموضوع. متضمن. انت بتغضب من الرقابه؟ لا، انا لا اغضب من الرقابه. لا تغضب من الرقابه؟ لا. لا تشعر بالتضييق؟ ليه؟ لا، انا اغضب من ضيق الافق بشكل عام. ضيق افق، يعني لما اجي اناقش الرقيب في مساله واجده ضيق الافق، ده حكايه بتنرفزني. لما تاخد وتدي معاه في الكلام قول لي ليه؟ قال لا، ما يصحش. ما يصحش ليه يا سيدنا؟ قال لا يا ستنا، ما فيش اجابه. لكن انت في حياتك عامه استاذ محمود، من طفولتك لغايه ما كبرت، ما فيش مره غضبك ادى الى انك انت ضربت اللي قدامك من كتر الغضب؟ طبعا حصل كتير. رجل او انثى؟ انثى. لا، ما افتكرش. لكن كتير اتضربوا يعني. بس مره كنت نايم، بس مش غضب ولا حاجه. يعني بنت عمي كانت بتصحيني، فروحت خبطتها كده وانا نايم. انما دي الحاجه الوحيده بس. طب نطلع فاصل اعلاني بقى قبل ما نضرب احنا. فاصل اعلاني، نرجع نشوف الخطايا السبعه في حياه الاستاذ محمود حميده. ورجعنا لكم تاني، والخطايا السبعه في حياه محمود حميده. استاذ محمود، من فضلك نكمل بقى الخطايا بتاعتك، عشان يعني الموضوع شكله هيسخن كده. يلا اتفضل. ايه بقى؟ الكسل. الكسل. هل محمود حميده كسول؟ كسول. ها؟ كسول. ليه بقى؟ انا في العمل مش كده خالص. يعني انا في العمل الحمد لله ربنا بيديني طاقة، يعني ببقى مختلف. مختلف تماما. ها. لكن لما اروح اقعد في ركن بقى كده حبات فيه او حاجة، ما بقاش عايز اقوم منه. هل كسلك ده هو اللي ادى الى وجود او شعور البعض ان حضرتك كسول فنيا شوية في اعمالك؟ يمكن طبعا ده، بس ده انا اتكلمت عنه قبل كده، وقلت اني في بدء حياتي العمليه في السينما كنت بشتغل افلام كتير، يعني بغزاره شديده جدا. يعني يعني مره طلع كاريكاتير ان تفتح الحنفيه ينزل لك محمود حميد، افتكر كان عامله رمسيس او حد مش عارف. فكان الوقت ده كنت عندي مخزون كبير وعندي طاقة كبيرة عايز اشتغل، فعملت في سنة واحدة مرة 10 افلام. بعد كده بقى حسيت ان انا بمثل ليه؟ يعني وقفت اسأل نفسي انا بمثل ليه؟ هو مجرد رسم شخصيات وخلاص ولا ايه؟ ولا اظهار براعة ولا ايه؟ يعني
وبعدين ابتديت لو ما عنديش هموم وممتلئ بيها ومخنوق بيها مش قادر اتنفس لا يمكن امس لا يمكن العب شخصيه. لما اوصل للحاله دي فالشخصيه اللي انا هرسمها بقى ابص فيها الهموم دي. هل انت كسول اجتماعيا؟ ايوه كسول اجتماعيا جدا. ليه؟ مش عارف يمكن ده سببه يعني لان انا بحب اختلي بنفسي كتير. حتى لو ده اثر على علاقتك بالناس هو بيأثر. ما هو بيأثر طبعا. طبعا ما هو ما ينفعش تنعزل عن الناس وبعدين تروح فجأة كده تشتغل معاهم. بس انت ليك اصدقاء في الوسط الفني؟ اصحاب. ما انا قلت قبل كده اصدقاء دي كلمة مش فاهمها يعني. ليك اصحاب؟ اصحاب طبعا. انت بتصور مسلسلك اللي بيتعرض في رمضان دلوقتي لكن اضطريت انك تقعد في فندق جنب المسلسل جنب التصوير، ده كسل برضو ولا ايه؟ لا مش كسل، ده اتقاء شر المرور. لان انا على ما اوصل من بيتي لغايه لما اروح اللوكيشن اللي هصور فيه ممكن اخد لي 4 ساعات، ده انا اجيلي انهيار عصبي. يعني طاقتي بتروح، ما ينفعش اشتغل. طيب نشوف بقى الخطيئه الرابعه. الطمع. هل محمود حميدة طماع؟ اصل طماع دي يعني ان كنت تقصد طمع لجمع المال مثلا. لا دي لا مش عندي خالص. يعني ما بفكرش فيها حتى خالص. حتى ما تطمعش عشان تأمن مستقبل بناتك؟ لا أأمن مستقبل مين؟ حد بيأمن مستقبل حد؟ وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. يعني ما يعني على الاقل برضه ده ما يعنيش. انا ما افهمش غير كده. زمان برضه كان عندي مناقشه مع ابويا الله يرحمه. قال لك ايه الوالد في الموضوع ده؟ فيعني هو كان بيؤنبني ان انا مسرف و ما بعملش حساب المستقبل، وانت عندك بنات لازم تعمل حسابهم. قلت له اعمل حسابهم ازاي يعني؟ يعني ممكن يروح يتجوزوا وبعدين يتطلقوا. ما انا قلت له كده، قلت له طب استنى انا هقول لك على حاجه. قال لي ايه؟ قلت له افرض ان انا قعدت احوش فلوس للبنات دي وسبت لهم فلوس متلتله ومت وجم رجاله اتجوزوهم ضحكوا عليهم وخدوا الفلوس دي وطلقوه، اعمل انا ايه بقى وانا في التربه ساعتها؟ قال لك ايه؟ قال لي قوم من قدامي انت ما حدش عارف كامل معاك البيت. عملك كمنتج وصاحب استوديو اصدرت مجله الفن السابع، هل ده نوع من الطمع؟ طمع في التحقق. يعني اطمع في ان اكون متحققا او ان اكون موجودا فاعلا مشاركا للاخرين يعني بقوه، ما بقاش يعني متراجع عن الاداء، فده نوع من الطمع برضه. قلت لي من شويه انك انت كنت بتعمل في سنه واحده ممكن من 8 ل 10 افلام لدرجه ان قالوا انك انت بيفتحوا الحنفيه بينزل محمود حميد. مظبوط. هل ده كان طمع ساعتها؟ طمع في ايه؟ في المال؟ ما فيش مال، كنت بعمل فيلم ب 2000 جنيه يعني. طمع في الشهره مثلا؟ انا لما بقول الحكايه دي للتلامذه بتوعي ما بيصدقوش يعني. لا طمع طبعا في التحقق او في الانجاز. في اثبات الوجود. طب لو انت ما عندكش طمع للمال امال عندك طمع في ايه؟ يعني انا عارف مثلا انك انت في المال فعلا ما عندكش طمع، لانك انت قاعد في بيت والدك لغايه النهارده بالايجار. مظبوط. انا يعني بحكم ان انا بعرفك شخصيا يعني. لكن ايه طيب اللي انت طمعان فيه في حياتك؟ طمعانين في الستر والصحه وراحه البال. ايوه. نشوف الخطيئه الخامسه. الشهوة. هل تعتبر الشهوة الجنسية خطيئة؟ نعتبرها زي ما ربنا مديها لنا، اسمها الغريزة الأساسية. ولأنها مرتبطة مباشرة بحب البقاء. وقعت في هذه الخطيئة من قبل؟ يعني ارتكبتها يعني؟ أزني مثلا؟ لا. أنت قلت في شبابك إنك كنت شاب بايظ، اعترفت بكده. هل ما عرفتش ساعتها تسيطر على شهواتك؟ لا ما عرفتش، بس انا هقول لك على حاجه. يعني احنا نقضي هذه الشهوه في مجتمعنا احنا بالذات، لان احنا مجتمعنا
مجتمع تقاليد وعادات معروفة من قبل الدين ما يدخل عليه، ودخل الدين عليه فزادها احكاما. يعني محدش حتى لو الواحد مارس الحكاية دي بينفيها عن نفسه ويحاول يبعدها عن تفكيره، ولو فكر فيها بيبقى زعلان من نفسه. فاحنا بنقضي الحكاية دي كلها في الخيال، يعني نتصور اننا نمارس الجنس مع هذه او تلك فتنصرف وتؤدى الشهوة. هل في ادوار قدمتها كان فيها خطيئة الشهوة الجنسية؟ متهيألي عملت حاجات كذا حاجة كذا، يعني اللي هو الدونجوان اللي بيحب يتنطط على نسوان كتير حبيته انت عندك 5 سنين واستمريت في قصة الحب لغاية ما اتجوزت اللي انت بتحبها. مظبوط. كان ايه تفسيرك لده؟ ده يعني تقارب تقليدي خالص، ما فيهوش اي مغامرات. اتجوزت كم مرة؟ مرتين. هل الجواز مرتين شهوة؟ ممكن نصنفه كده. نطلع فاصل ونرجع عشان نكمل خطايا محمود حميدة. رجعنا لكم تاني، والخطايا 7 في حياة الفنان محمود حميدة. الحسد. هل انت حسد؟ ممكن تحسد حد على دور عمله، على حاجة عنده مش عندك؟ لا، انما ممكن، يعني انا دايما اقول ايه، ممكن الواحد يحسد من غير ما يحس. مش المثل بيقول ما يحسدش المال الا اصحابه؟ هيحسدوا ازاي الا اذا كانوا مغيبين عن الحكاية دي. فلما استشعر الحسد على طول استعمل بقى الحاجات الشعبية بتاعتنا احنا بقى، يعني أبسمل وحوقل وأقول ما شاء الله اسم الله ربنا يحرس على اللي أنا باصص له. أنت حسدت شباب الثورة على رجولتهم؟ لا، أنا أكبرتها فيهم، أحسدهم عليها إزاي؟ أنت قلت شباب الثورة أعادوا لنا الرجولة بعد أن فقدناها. هم أهل لها. أعادوا لنا الشعور والإحساس بالرجولة بعد أن كدنا أن نفقدها، هم بأدائهم ده. فده لا، ده مش حسد. شايف انك انت محسود وفي ناس تتربز بيك بعد وتطلق عليك شائعات؟ يا اخي انا عمري الحكاية دي ما شفتها، اقسم لك بالله العظيم، على الرغم من يعني تنبيهات كتير من ناس حوالي. يعني مش هتعدم انت حد يجي يقول لك خلي بالك ده عمري بيحسدك. ده بصص لك في اللي انت تعمله. انما انا شخصيا عمري والله الى الان ما شفت حد بيحسدني. يعني انا ما فيش ربط بين اختفائك كده عن الاضواء؟ طبعا شفت في ناس حسدوني وشفت النتيجه في ساعتها. زي ايه؟ يعني واحد يقابلني يقول لي الله ده انت صحتك حلوه قوي، فاروح واقع في الارض. دي حصلت لي كتير. انما الحسد اللي هو واحد قاعد متربص لك بقى وحاسس بيحسدك، دي حكايه عمرها ما جت في بالي ابدا. إشاعة موتك دي كانت حسد من الآخرين؟ ده دي قاعد ضحكتني جدا. لا، مش حسد ولا حاجة. دي طلعت ليه بقى؟ يعني راجل ابن حلال قاعد بيتفرج على نايل سينما. نايل سينما حاطين لي فيها برنامج كنت عملته وأنا في مهرجان الأقصر، يعني حوار. فحاطين باندا تحت عن محمود حميده وعمل مجله الفن السابع وانشا استوديو الممثل وعمل مش عارف. الراجل قاعد بيتفرج قال لك يبقى مات. وانا كنت في مره قبل كده قلت لعمر زهر، قلت له يا عمر البنده اللي انتوا بتحطوها تحت دي كانوا بيحتفلوا بشخص معين، ده فال وحش. قلت له شكلها تأبين يعني. فالمهم هي حصلت خطا، انما كان يوم فالراجل ده عمل ايه لما شاف البتاع ده؟ قال محمود حميده البقاء لله. فاول حد كلمني في الموضوع ايمان بنتي، كلمتني ومخضوضه. ده كان اول يوم تصوير لي. انت كويس يا حبيبي؟ قلت لها انا كويس الحمد لله. طب الحمد لله. قلت لها مالك في ايه؟ قالت اصل في واحد معفن كتب على النت انك انت موت. طب خلاص حصل خير. حصل خير ازاي؟ لازم نرد. قلت لها نرد ولا زفت. بعد شويه بقى توالت المكالمات. طبعا انا عارف
فمثلا انت بتسال عليا ما كلمتنيش من زمان الو ازيك، فانا بقول الو، فانت خلاص انا اللي قلت الو، ما انت عارف صوتي. هقول لك ايه ازيك يا محمود واخبارك ايه، اقول له هقول لك ها وحصل لك ايه لما سمعت. فبقى كل اللي بيكلموني بقى اي حد بيكلمني عايز يطمن اقول له حصل لك ايه لما سمعت. هل انت محسود لانك انت يعني جوزت بناتك ما شاء الله وما زلت تتمتع يعني بلياقه وشباب؟ الله اعلم. كويس برضو. استاذ محمود اخر خطيئه من فضلك. الشراهة. هل عندك خطيئة الشراهة؟ الشراهة ده يعني ينطبق على الطعام فقط؟ الأكل مثلا. لا مش اقتناء الذهب، اقتناء الهدوم، شراء العربيات، في شراهة في أي حاجة؟ ما أكلش كتير أنا من حاجة. بس أحب الملوخية مثلا. بس انا عارف ان حسين امام ساعات بيعزمك كده وتقعد تاكلوا حاجات غريبه في البيت يعني. حسين بيقول ان هو بيعزمني، انه ما عزمنيش ولا مره. امال ايه ده، اشاعات ولا؟ لا بيعزمني بس انا كنت ولا مره رحت، انا ما كنتش فاضي ولا مره. وحسين ما كنتش الاول ما كنتش اعرف حسين بيطبخ خالص. لا ده استاذ طبيخ. فانا عرفت طبعا بعدين. فمره قال ايه، تعالوا عندي يا محمود وانا بقى هطبخ لك بنفسي. قلت له ايه تطبخ لي بنفسك؟ مراتك بتعمل ايه؟ قال لا مراتي ما بتعرفش تطبخ، انا اللي بعرف اطبخ. بعد كده بقى عرفت عن حسين الحكايه دي. انما عمري ما اكلت من ايده الصراحه. هل عندك شراهه في التدخين؟ لا. هل عندك شراهه انك انت تبقى شخص غامض بالنسبه للناس؟ انا متهيألي الحكايه دي عند كل الناس، هي مش غامض. يعني غير سهل الاختراق. لأن التواصل بين الأفراد وبعضهم بيتم عبر اختراقات. يعني أنا بتفاهم معاك في موضوع أو بنتكلم في موضوع، كل واحد فينا عنده قدر من المعرفة عن الموضوع، لكن احنا في حوار، فكل واحد فينا بيحاول يخترق دماغ الآخر ومعلوماته، وفي المقابل الآخر بيفعل كده، وكل واحد فينا عنده آليات للدفاع ولحماية نفسه، فبيحاول على قدر الإمكان ان هو يحمي نفسه من الاختراق. استاذ محمود انت اقسمت في اول حلقة بعد ما واجهتك بالسبع خطايا وجاوبت عليا، كنت صادق معايا بنسبة كم في المية؟ 100%. طيب هل انت النهاردة عندك استعداد انك انت تواجه جمهورك وتخاطب مباشرة وتقول له انك انت النهاردة قررت انك انت تتوب عن خطيئة من الخطايا اللي انت ارتكبتها بشكل عام على مدار حياتك؟ عندك استعداد؟ انا لا استغفر البشر. عايز تقول التوبة مش للناس؟ انا لا استغفر البشر. انا قلت لك كده، عجبك عجبك مش عجبك اهلا وسهلا. لكن انت جواك مفيش حاجة انت حاسس، يعني مثلا الغضب، يعني اسمح لي انت كلمتني عن الغضب في الاول وعن الغرور. مش شايف انك انت محتاج انك انت في اللحظة، انت قلت انك انت انا بحاول. انا بحاول. ولكن عشان انا اصدقك دلوقتي بقول لك يعني انا لازلت اغضب، لازلت امارس الغرور، وادعو الله دائما يعني ان يصرف هذه الشرور عني، مانيش بنكرها بتحصل. اشكرك على سماحتك. شكرا.